التحليلية من الميادين. تل أبيب مستمرة في الحشد لاجتياح رفح والتحذيرات تتزايد، فأي احتمالات مفتوحة لتصعيد الحرب وكيف تحاصر الضغوط السياسية والأمنية خطة نتنياهو؟ وفي وثيقة اليوم، موقع The Intercept الأمريكي يكذب رواية البنتاغون بشأن البرج 22 بالأردن، ويؤكد أنها قاعدة لهجمات الطائرات المسيرة في سوريا والعراق لا مجرد مركز دعم لوجستي. غزة تعيد توحيد القوى في الشرق الأوسط، فأي مخاوف لواشنطن من الجبهة الإسلامية الجديدة العابرة للمذهبية؟ وكيف يمكن أن تتطور هذه الجبهة إلى قوة استراتيجية؟ أهلا بكم. على وقع التحذيرات الدولية والعربية من مغبة أي اجتياح عسكري إسرائيلي لمدينة رفح، تواصل تل أبيب رفع سقف التصعيد في القطاع وسط تأكيد حركة حماس أن الاجتياح سينسف مفاوضات التبادل. فكيف تحاصر الضغوط السياسية والأمنية خطة نتنياهو لاجتياح رفح؟ وأي عامل يعوق انطلاق عملية الاحتلال العسكرية؟ يهرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أزماته السياسية بالغرق في المستنقعات الأمنية والعسكرية، يضع العصية في دواليب التسوية ويهدد باجتياح مدينة رفح عسكريا. هو تهويل إسرائيلي يشي باتساع خطوط الصراع التي فتكت متاريسها بشرايين الحكومة الإسرائيلية حتى أضحت جبهة استنزاف تضاف إلى باقي الجبهات العسكرية الممتدة من غزة إلى باقي الإقليم. يسعى الإسرائيلي إلى اقتناص ورقة رفح لاستخدامها ضد المقاومة على طاولة التفاوض. هي مغامرة ربط نتنياهو خيوطها بالانتصار في الحرب خلال مقابلة مع شبكة ABC التي زعم فيها أن جيشه سيوفر ممرا آمنا للمدنيين ليتمكنوا من المغادرة بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية التي بعثت برسالة إلى تل أبيب بحسب كان تحذر فيها من العمل في رفح خلال شهر رمضان تخوفا من التصعيد في الإقليم. مواقف إسرائيلية تعني نسف مفاوضات التبادل وارتكاب إبادة جماعية جديدة في رفح، يقول مصدر قيادي في حماس لفضائية الأقصى. حول جحيم رفح قبل وقوعه جرعات الإسناد التي قدمها الغرب إلى تل أبيب ضد المقاومة إلى حملات لحماية الكيان من نفسه. هي حرب سياسية كتلك الميدانية لن يحظى فيها الأمريكي والإسرائيلي بما عجز عن أخذه بالقوة العسكرية مع إمساك المقاومة المحكم بأوراقها ولا سيما الميدانية. المحاولة الإسرائيلية لاستخدام ورقة رفح في بازارات العدوان على غزة أثارت تحذيرات عربية ودولية واسعة، جاء أبرزها من مصر التي تتحسب من تحول أي عملية في رفح إلى كرة نار تلقى بين يديها، تخوف دفع الحكومة المصرية إلى تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود بالتزامن مع تحذير رسمي من العواقب الوخيمة للعملية، عملية يحاول الأمريكي النأي بنفسه عنها ليس ليقظة مفاجئة لإنسانيته بل لضرورات داخلية في عام انتخابي حاسم. نبدأ تحليل هذا الملف مع محلل الشؤون الفلسطينية والإقليمية الذي انضم إلينا من بيت لحم، ناصر اللحام. أهلا بك ناصر. يعني إسرائيل تتحدث عن اجتياح رفح، ولكن هل هي جاهزة لتحمل عواقب اجتياح رفح؟ وماذا عن عواقب ذلك على المستوى الداخلي الإسرائيلي؟ تحياتي. لا، نعم جاهزة، نعم قادرة على احتلال رفح والرغبة، يعني سوء النوايا تجاه الفلسطينيين موجودة، التحريض مستمر، الدعوة للإبادة ولقتل المدنيين مستمر، وزراء وأعضاء كنيسة يتحدثون أنه لا أبرياء في قطاع غزة ويستشهدون بالحرب العالمية الثانية التي اكتووا فيها كنموذج لهم، نموذج أخلاقي لهم. لكن ما الخطورة في الموضوع؟ أنه نتنياهو يصل إلى المنتهيات التي لا يريد أن يصلها. أولا، إذا اجتاح رفح فإنه لا شيء بعد رفح، يعني ستنتهي مهمته السياسية. ثانيا، سيفقد جميع من يتضامن أو تضامن مع إسرائيل. ثلاث، يضع اتفاقية كامب ديفيد مع مصر في خطر محدق
سواء شعبيا كما نلاحظ، تنظيميا كما نلاحظ، نعم وحتى رسميا. ومؤسسة الجيش المصري بلغت مستوى من الغضب لا يمكن قياسه. ثم أهم شيء المراهنة بورقة الأسرى الإسرائيليين، احتمالية أن يقتل الأسرى الإسرائيليين أو جزء كبير منهم واردة جدا في العمل ضد رفح، وبالتالي ستكون الفواتير مضاعفة على نتنياهو داخليا. أما موضوع الخامس وهو العلاقة مع الإدارة الأمريكية، سيكون طلاقا على الأقل ما بين إدارة بايدن المرشح للانتخابات الذي لا يريد أن يصل إلى هذا المنتهى، ونتنياهو المرشح للانتخابات الذي يبدو ككائن طفيلي يريد أن يمتص دم الإدارة الأمريكية من أجل أن يفوز. إلى مدير مكتب الميادين في القاهرة محمد ناصر، أهلا بك محمد. كيف تنظر القاهرة إلى التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح والأهداف التي يضعها نتنياهو؟ تحياتي لك ولباقي الزملاء. الواقع أن مصر والقيادة السياسية في مصر ترى أننا الآن في الربع ساعة الأخيرة ربما لتلك الحرب، وأن ما يروج له نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل هي محاولة للضغط وعض الأصابع بدرجة كبيرة، المحاولة ابتزاز المقاومة الفلسطينية والحصول على مكتسبات عبر المفاوضات للوصول إلى تهدئة تحقق ولو ما تبقي على ماء الوجه بالنسبة لنتنياهو الذي فشل في تحقيق أي من أهدافه المعلنة في تلك الحرب. مصر ترى أن هذه مغامرة كبيرة يقوم بها نتنياهو، سواء كانت عبر التهديد والتلويح باجتياح رفح او حتى اذا ما اتخذ قرار بهذا الاجتياح حتى ولو في عمليه محدوده، ربما يؤدي الامر الى انفجار الاوضاع برمتها، فهو الامر الذي ترفضه القاهره وتقف امامه بشكل واضح. مصر ترى ان هناك خطر حقيقي من هذا العبث الذي تقوم به الحكومه الاسرائيليه، الامر الذي دفعها الى نفس ما يزيد عن 40 دبابه ومصفحه ونقلت جنود على الحدود مع قطاع غزه تحسبا لقيام اسرائيل باجتياح مدينه رفح خلال الايام القادمه. إلى نيويورك مع محلل الميادين لشؤون أمريكا والأمم المتحدة نزار عبود، أهلا بك نزار. إذا كانت إسرائيل مصممة على التهجير وعلى سيطرة على قطاع غزة، أي أثر سيكون لذلك على كامب ديفيد؟ تحية للجميع. لا شك طبعا أن اتفاقية كامب ديفيد على المحك، كان هناك طبعا لكي تغزو إسرائيل لكي تهجر لابد أن تخترق معبر فيلادلفيا. قبل يومين نشرت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مصر أبلغت الإدارة الأمريكية وأبلغت الإسرائيليين بأن مجرد الهجوم على رفح وليس تهجير الفلسطيني، في السابق كان التهديد بأن تهجير الفلسطيني إلى سيناء سيؤدي إلى تعليق أو إلغاء اتفاقية كامب ديفيد. الآن التهديد المصري هو على شكل إذا مجرد الهجوم على رفح قد يؤدي إلى إلغاء اتفاقية كامب ديفيد، وطبعا هذا أمر يثير كثيرا حفيظة الأمريكيين الذين يعملون على ترميم وضعهم الاستراتيجي في المنطقة على إعادة حشد حلفائهم. وطبعا يضاف إلى ذلك البيان الذي صدر عن دول خليجية الذي يحذر من الهجوم على رفح، إضافة بالطبع إلى البيانات الكثيرة التي صدرت عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، وأيضا الأمين العام نفسه أنطونيو غوتيريش، ومنسق عملية التسوية في الشرق الأوسط تور فينسلاند. كل هؤلاء حذروا كثيرا من عواقب الهجوم على رفح على الوضع الإقليمي وعلى توسع الصراع بشكل كبير. بالعودة إليك ناصر اللحام، إذا ملاحظات أمريكا على اجتياح رفح لا تردع نتنياهو، ففعليا ما الذي يردع نتنياهو عن ارتكاب هذه الجريمة؟ بالفعل لأنه نتنياهو يظهر وقاحة مبالغ فيها تجاه الإدارة الأمريكية، واليوم يقول بأنه من لا يريدنا أن يدخل رفح لا يريدنا أن ننتصر على حماس، وهو كلام موجه للرئيس الأمريكي. هذا المستوى من الوقاحة والصلف من نتنياهو تجاه واشنطن يدل على أن هذا العامل غير مؤثر أبدا في نتنياهو ليردعه عن دخول رفح. الذي يؤثر عاملان اثنان فقط، واحد مصر وهي على المحك وموقفها محرج جدا،
وكل العالم وكل العالم العربي الآن ينظر إلى سيادة مصر وإلى الجيش المصري وإلى حدود مصر وإلى المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب العربي الفلسطيني على حدود مصر. والنقطة الثانية، الأسرى الإسرائيليين في قبضة المقاومة، وهي ورقة داخلية إسرائيلية بحتة لا تؤثر ولا تهتم بها الجماهير العربية ولا العالم، لأن هنالك آلاف مؤلفة من الأسرى الفلسطينيين في الكفة الأخرى. الورقة الداخلية الإسرائيلية لغاية الآن تتراجع، رقم اثنين، رقم واحد هو مصر، ومصر لاعب أساسي، قرار مصر هو أساسي تحديدا فيما يتعلق بالجيش المصري تجاه هذا الموضوع. يسقط العامل الأمريكي ويسقط تأثير العواصم العربية الباقية، فهي شجب واستنكار ولا قيمة لها في موازين القوى، وخصوصا بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا أمام العدل الدولي على 57 دولة عربية وإسلامية لم يرف لها جفن ولم تطرد لا سفير إسرائيلي ولا ممثل نعم. إسرائيلي من حواضرها. محمد ناصر، بالانتقال إليك، يعني تحدث ناصر اللحام ووصف الوضع المصري حاليا، فما هي البدائل المتاحة لدى مصر لمنع هذا العدوان؟ أعتقد أن مصر الآن تسير في عدد من المحاور الرئيسية للحيلولة دون انفجار الأوضاع ودون الدخول القوات الإسرائيلية إلى رفح. لعل من أبرز تلك الأمور هو التلويح كما ذكر الزميل ناصر بإسقاط أو تعليق اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية إذا ما تم هذا الاجتياح. ثانيا، محاولة الحشد الدعم والرفض الدولي والإقليمي لهذا الإجراء الإسرائيلي، وهذا ما حدث في اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض قبل أيام، عدد من وزراء الخارجية العرب بالإضافة لاتصالات مع الاتحاد الأوروبي ومع الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة. ايضا هناك امر في غايه الاهميه، وهو ان مصر تهدد اسرائيل بشكل واضح، ان اذا ما تم دخول قوات اسرائيل رفح فهذا يعني اسقاط اي مفاوضات لاعاده الاسرى مره اخرى، والامر الذي يعني بشكل واضح هو نهايه حياه هؤلاء الاسرى الموجودين لدى المقاومه، وهو الامر الذي تم بدا واضحا من خلال ما تحدث عنه حماس قبل ساعات من مقتل عدد من الاسرى واصابه عدد اخر. ايضا هناك محاوله مصريه تجري الان، محاولات بناء ربما جسر من التفاهم بين مقترحات حماس ومقترحات اسرائيل، وذلك لتقديم ورقه اطار جديده يتم مناقشتها خلال الايام القادمه بحضور مسؤولين امنيين إسرائيليين ربما يصلون إلى القاهرة غدا، بالإضافة إلى رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، سوف يحضرون إلى القاهرة يوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة عدد من الأطروحات وعدد من المقترحات التي ربما تخفض حدة التوتر وتقلل الهوة بين الجانبين الإسرائيلي وجانب حماس في موضوع التهدئة وتسليم الأسرى. بالعودة إليك نزار عبود والحديث عن الموقف الأمريكي، من الواضح أنه في اليمن والعراق واشنطن تصعد، ولكن ماذا عما يخص غزة والجبهة اللبنانية؟ ماذا تقول واشنطن لتل أبيب؟ واشنطن منافقة إلى حد بعيد، هي تقول أنها لا تريد هجوما على رفح، هي تخشى من العواقب الإنسانية، هي تحذر تل أبيب بأنه إذا حصل ذلك هناك طبعا عواقب، وهذا بحد ذاته مأساة إنسانية كبيرة. لكن في الحقيقة الإنذار الذي أعطته لإسرائيل بأنه خلال 45 يوم يجب أن تقدم تقريرا بأنها لن تستخدم السلاح الأمريكي فيما ينتهك حقوق الإنسان بموجب القوانين الدولية، 45 يوم، هذا يعني فرصة طويلة لإسرائيل لكي تمارس ما تريده. الولايات المتحدة تدرك على أن انتصار إسرائيل غير متاح، وبالتالي طلبت من إسرائيل تخفيض سقفها، لكن هي في الحقيقة الولايات المتحدة تخشى من انتصار حماس، تخشى من انتصار المقاومة سواء في لبنان أو اليمن أو في العراق، وهذا يجعلها في وضع محير جدا. لذلك قالت أنها لا تريد أن ترى هجوما في رمضان، لكن هناك شهر حتى رمضان. نعم. هل يعني ذلك أنه من السماح لإسرائيل بأن تقتل وتفتك وتدمر حتى ذلك الوقت؟ هذا يظهر على أن الموقف الأمريكي يعني أقل ما يقال فيه أنه منافق.
ناصر اللحام، ما مدى احتمالية أن تنقلب الأمور عكسيا وينقلب سيناريو الحرب في آخر لحظة؟ لنبدأ عسكريا، قيل بأنه شمال قطاع غزة هو الخطر، فشل جيش الاحتلال هناك، مدينة غزة ومستشفى الشفاء فشل الاحتلال هناك، ثم قالوا المعقل هو خان يونس، مسقط رأس السنوار، معركة الحسم والحسم الإدراكي هي خان يونس. ما شاهدنا عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا والفشل هناك، رفح آخر امتحان عسكري. لنتخيل العكس، بعد أن يجتاح جيش الاحتلال رفح، ماذا سيقول العسكريون في إسرائيل أمام جيوش العالم؟ ماذا سيقول قادة أجهزة الأمن الإسرائيلي أمام جهاز العالم؟ لم نستطع أن نقضي على حماس ولا على المقاومة، لا تزال في أوجها، ولا تزال الضفة الغربية ساحة مفتوحة، لبنان، العراق، اليمن، سيحسبون المكاسب والمخاسر، يجدوا أنهم أضحوكة الجيوش في العالم أمنيا وعسكريا. أما سياسيا فحدث ولا حرج، لا صديق لإسرائيل سوى الإدارة الأمريكية وزبانيتها، ولا صديق لنتنياهو، حتى الإسرائيليين لم يعودوا يطيقوا اسمه، وبالتالي ستكون هذه معركة نهاية نتنياهو وجيش الاحتلال وإسرائيل، وليست فقط مع نهاية المعركة القائمة بعد أكتوبر وفيضان الأقصى. نعم. محمد ناصر، تحدثنا عن الموقف الرسمي المصري، ماذا عن الموقف الشعبي؟ ماذا عن مواقف القوى السياسية من هذه التهديدات باجتياح رفح؟ الواقع أنه منذ اللحظة الأولى لاندلاع تلك الحرب وهذه المذابح التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، هناك حالة من الاحتقان الشديد داخل الشارع المصري نتيجة هذه الحرب ونتيجة هذا الصمت العربي المطبق في ظل الأوضاع وسقوط ما يقرب من 30,000 فلسطيني قتلى وشهداء من هذه الحرب. لا شك أن محاولة التلويح بدخول رفح أيضا رفعت من وتيرة هذا الغضب بشكل كبير، وأكدت أن المخاطر لم تعد على الفلسطينيين ولا على غزة، ولكن المخاطر باتت بالقرب وتؤثر على الأمن القومي المصري بشكل واضح. خبراء عسكريين أكدوا أن عملية التلويح بإيقاف العمل بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية التي وقعت عام 79 من القرن الماضي ليس مقصود بها التهديد، لكن وجود إسرائيل في مدينة رفح وربما دخولها إلى ممر فيلادلفيا بهذه القوات العسكرية يعني فعليا أن هناك ضربة إسرائيلية لهذه المعاهدة بالفعل، ووجود هذه القوات على الحدود يؤثر بشكل كامل على مصداقية هذه المعاهدة، ومن ثم يتم إيقاف العمل فيها، الأمر الذي قد يدفع القاهرة إلى دخول كافة القوات المصرية إلى المنطقة ألف وبه داخل سيناء، وهي المناطق على الحدود مع قطاع غزة بشكل واضح بكميات كبيرة من الأسلحة والدبابات، وهو الأمر الذي كانت تحد منه معاهدة كامب ديفيد. الأمر أعتقد أن هناك محاولة وضغط سياسي وحزبي على الحكومة المصرية لاتخاذ موقف قوي تجاه تلك التهديدات الإسرائيلية. نختم تحليل هذا الملف معك نزار عبود، منسق عملية التسوية في الشرق الأوسط، زار واشنطن في اليومين الماضيين، أي رسالة حملها فعليا إلى الإدارة الأمريكية؟ حمل رسالة إلى أعلى المستويات، ربما إلى البيت الأبيض. هو رفض الحديث عن من سيقابل هناك، لكن نقل رسالة بأن الوضع الإنساني لا يحتمل، أن هناك جرائم حرب وهناك تورط للدول المساعدة بأنها قد هي تحاسب على ذلك، لأن الجرائم التي تحصل هي جرائم إبادة بكل معنى الكلمة. لفت إلى الوضع القلق جدا في الضفة الغربية المضطرب إلى حد كبير، والذي قد يؤدي إلى اندلاع أكثر من انتفاضة، إلى تفجر وضع بالكامل. هذا طلب من الإدارة الأمريكية بشكل واضح أن تعمل على التهدئة، والخشية من صراع إقليمي أكبر بكثير مما نشهده حاليا. طبعا هذا القلق يتردد على عدد من الأطراف. هو طلب من الإدارة الأمريكية إجراءات عملية على الأقل في المساعدات الإنسانية، تسهيل نقل المساعدات، الضغط على إسرائيل، لكن في ظل حكومة مثل الحكومة الإسرائيلية الحالية هناك خلاف كبير بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية، وإن كان ليس في القضايا الاستراتيجية لكن في التكتيك والأسلوب العملي المتبع. كل الشكر لكم نزار عبود، ناصر اللحام، ومحمد ناصر. مشاهدينا الآن إلى فقرات وثيقة اليوم.
إذن إلى وثيقة اليوم، حيث أفاد موقع The Intercept الأمريكي بأن البرج 22 في الأردن ليس مجرد قاعدة للدعم اللوجستي كما وصفه البنتاغون، إنما هو مركز لتجهيز قوات العمليات الخاصة وقاعدة للطائرات المسيرة. ونقل موقع The Intercept عن مصدرين عسكريين أمريكيين قولهما إن قاعدة البرج 22 هي أيضا قاعدة للطائرات من دون طيار المستخدمة في عمليات استطلاع بعيدة المدى لتوجيه ضربات في سوريا والعراق وفق توصيف الموقع. وأضاف الموقع أن مهام البرج كانت تشمل قتال داعش وفق ما يقول البنتاغون، لكن تركيزه انتقل إلى فصائل المقاومة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، إضافة إلى كونه مركزا لتجهيز قوات العمليات الخاصة والإسعاف الجوي. ونقل الموقع عن أحد الطيارين في القوات الجوية الأمريكية أن توصيف البرج 22 بأنه قاعدة دعم لوجستي هو مجرد هراء، موضحا أن الجانب اللوجستي هو جزء صغير من المهمات. وأردف أن البرج 22 يقدم معلومات استخبارية للقوى الجوية المتمركزة في قواعد أخرى في الأردن مثل قاعدة موفق السلطة الجوية، كما يقدم دعما لقاعدة التنف ويعد مركزا رئيسيا لدعم الأعمال العدائية ضد حلفاء إيران وفق المقابلات التي أجراها الموقع. حول ذلك نسأل محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية منذر سليمان، أهلا بك منذر. لماذا حاول البنتاغون إخفاء معلومات عن عمل ومهمة البرج 22 في الأردن؟ لأن المهمة الفعلية تحولت من محاربة داعش كما يعني يزعم البنتاغون وفق التفويض الذي منح للإدارة الأمريكية بأن والقوات العسكرية الأمريكية والقيادة المركزية بأن تقوم بنشاطاتها، تبين أنه المسألة تتجاوز ذلك، خاصة أنه لم تعد هناك أيضا عمليات أصلا ضد داعش، كانت تتم عمليات رصد للمقاومة في العراق وفي سوريا. وهذا أيضا يفتح الباب أمام طبيعة التواجد الأمريكي العسكري في الأردن. يعني كان هناك التباس حول هل أن هذا البرج في داخل الأراضي الأردنية أو خارجها، يعني في الأراضي السورية، وتبين لاحقا أنه في الأراضي الأردنية. هناك معاهدة دفاع تم توقيعها بين الولايات المتحدة والأردن، هذه المعاهدة أثارت جدلا حول السيادة الأردنية وتعدي على هذه السيادة آنذاك وانتقادات. وبالفعل يعني عمليا النشاط العسكري الأمريكي حتى لو المهدد الآن في العراق وفي سوريا في حال تم الانسحاب، كل الترجيحات تقول بأنه سيكون الانسحاب إلى داخل الأردن. العلاقات العسكرية واسعة جدا لدرجة أنه هناك تسهيلات وتواجد عسكري أمريكي في أكثر من 14 قاعدة جوية وبحرية أردنية تستطيع أن تتصرف فيها الولايات المتحدة. هناك مخازن تسليح كثيرة، وذكر في المرحلة السابقة أنه مخازن التسليح التي متواجدة للأمريكيين في الكيان الإسرائيلي لم تكن فقط هي التي تم استخدامها في الحرب على غزة، تم أيضا نقل من المخزونات الأمريكية المتوفرة في الأردن. إذن هناك أيضا بالإضافة إلى هذا البرج الذي يمكن اعتباره ثكنة عسكرية عمليا، يتواجد فيها حوالي 350 جندي أمريكي، هناك حوالي 14 برج آخر على الحدود العراقية السورية أيضا يتم تواجد أيضا أمريكي. ساهم الأمريكيون بطلب من الأردن لمراقبة الحدود، خاصة في ظل الكلام الذي تحدث عن تسلل عبر الحدود الأردنية. إذن الهدف المركزي الأساسي من تعزيز القوات الأمريكية في تلك المنطقة هو فعلا هدف دعم الكيان الإسرائيلي من جهة، وفي نفس الوقت قطع الطريق على ما يسمى خط إمداد المقاومة الذي يتم من طهران عبر العراق وسوريا إلى لبنان. وبالتالي هذه القاعدة أو هذا البرج هو جزء من هذه المهمة، وأيضا
تتوفر فيه كما تم الإشارة في التقرير قوات خاصة وليس فقط الطائرات المسيرة التي تستهدف الاستطلاع وتستهدف الهجوم. إذن بالتأكيد البنتاغون يحاول إخفاء البصمات الأمريكية المتواجدة بالأردن لعدم التركيز عليه، لأنه وضع الأردن وضع حساس وقد يتحول إلى أن يصبح جزء من منطقة المواجهة مع الكيان الإسرائيلي خلال هذه الحرب الدائرة. تفضل بالبقاء معنا منذر سليمان، وأنتم أيضا مشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل قصير نتابع بعده التحليلية. من جديد أهلا بكم. جبهة إسلامية جديدة عابرة للطائفية هي التحدي الأكبر الذي يواجه واشنطن، هذا ما كشفته مجلة فورين أفيرز الأمريكية التي تساءلت أيضا كيف أعادت غزة توحيد الشرق الأوسط، وكيف يمكن أن تتطور أيضا هذه الجبهة الإسلامية الجديدة العابرة للطائفية. مهما بلغت حدة التوترات الطائفية والمذهبية في المنطقة ومهما طال أمدها، تعود فلسطين لتمثل نقطة التقاء مشتركة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. هذا في الحقيقة ما أثبتته مجددا معركة طوفان الأقصى على مدى أكثر من 4 أشهر، وما كان بالإمكان رؤيته بالعين المجردة في الشوارع والساحات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. في الكويت وتونس والمغرب ومصر وإيران واليمن والبحرين وفي معظم دول العالم الإسلامي، وحدت الراية الفلسطينية المتظاهرين الذين هتفوا بصوت واحد كرما لأطفال غزة. هي الجماهير نفسها التي حاولت واشنطن على مدى عقود إلهاءها بالفتن الطائفية المفتعلة، ليفشل هذا المخطط بعدما وجدت الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة مع جبهة إسلامية تضم الجماهير العربية التي تعارض بأغلبية ساحقة التطبيع العربي، إلى جانب حركات المقاومة التي تدعمها إيران. استنتاج توصلت إليه أيضا مجلة فورين أفيرز الأمريكية التي قالت إن الحرب على غزة أدت إلى طمس الانقسامات الطائفية التي غالبا ما شكلت المنطقة، وتحدت كذلك التوتر الطائفي التاريخي. تذهب المجلة الأمريكية إلى حد القول إن حركة حماس التي نشأت من رحم جماعة الإخوان المسلمين الممتدة جذورها إلى مصر باتت من أقوى حلفائها حركات المقاومة التي تقودها إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن. في هذه النقطة ترى فورين أفيرز أنه في حين أن الحكومات العربية الموالية للغرب ليس لديها الكثير لتظهره فيما يتعلق بجهودها لوقف الحرب، فقد تمكنت إيران وقوتها المحورية من تصوير أنفسهم قادة إقليميين وداعمين أساسيين للفلسطينيين. جماعة أنصار الله هي خير مثال على ذلك. بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها، يشكل هذا التطور تحديا استراتيجيا قد يؤدي إلى تقويض نفوذها وفق المجلة. والأهم من ذلك، ترى المجلة أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل قد يسرع من تحقيق هدف إيران المتمثل في تكثيف جهودها لطرد القوات الأمريكية من المنطقة. نحلل هذا الملف مع محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والإقليمية معنا من اسطنبول عمر كايد، محلل الميادين للشؤون الإيرانية من طهران سياف أشفلاحبور، وأيضا منذر سليمان محلل الميادين للشؤون الدولية والاستراتيجية معنا من واشنطن. أهلا ومرحبا بكم. البداية معك عمر، ما هي التحولات التي بالفعل أحدثتها الحرب الدائرة في غزة على الصعيد الإسلامي؟ تحية لك آلاء وللزملاء الأعزاء وللسادة المشاهدين. هناك تحولات عديدة أحدثتها هذه الحرب الدائرة في غزة، لكن أود أن أركز على التحولات المفاهيمية لأنها هي التي تؤسس للتحولات الأخرى في المجالات الأخرى. سأتوقف بشكل سريع عند 3 نقاط. النقطة الأولى هي القابلية للتحرر. المفكر الجزائري مالك بن نبي
أهم مصطلح في منظومته الفكرية هو مصطلح القابلية للاستعمار. حين درس الشعوب لماذا هي مستعمرة، خرج بخلاصة تقول أن المستعمر لديه معامل للاستعمار، هذه المعامل تتحكم بمفاصل حياته، فتقنع هذا الشعوب المستعمرة بأنها لا يمكن أن تتحرر، وأنها عليها أن تلتزم بما رسم إليها المستعمر من حدود، فتصبح هناك عقدة نفسية هي الرضوخ. المقاومة تقوم بفعل مواجه لهذه لا. العملية هي معامل التحرر، فتؤكد المقاومة أنها قادرة على أن تتحرر من هذا المستعمر. ما فعلته غزة هي أنها أكدت أن هذه الشعوب قادرة، لديها القابلية للتحرر، وهذا ما اجتمعت عليه، وهو مجال مشترك لأن تجتمع عليه الدول الإسلامية والعربية. النقطة الثانية أن الدول العربية والإسلامية باتت مقتنعة وبشكل يقيني أن ما يجري في غزة له ارتباط وثيق بأمنها القومي والاستراتيجي. أما النقطة الثالثة فلها علاقة أيضا بأن ما نراه هو بأن ما يشهده العالم، هناك مؤشرات واضحة أننا مقبلون على نظام دولي جديد، هناك تأسيس لنظام دولي جديد. هذا النظام الدولي الجديد بدأت إرهاصاته ومؤشراته تظهر بالحرب الأوكرانية، بوجود بعض التكتلات في العالم، بتقدم الصين، والآن ما يجري في غزة هو جزء أساسي يؤكد على أننا ذاهبون لتغير في النظام الدولي الجديد، وعلى الدول العربية والإسلامية أن تتموضع داخل هذا النظام الذي يتبلور ويتكون. سيافش فلاحبور، نحن اليوم في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، كيف ساهمت هذه الثورة في ترسيم الموازين الإقليمية الجديدة ولا سيما في مجال الوحدة الإسلامية وأيضا دعم القضية الفلسطينية؟ تحياتي لكم. أعتقد أن أهم ما قامت به الثورة الإيرانية هي أنها أولا أخرجت الشعب الإيراني والدولة الإيرانية والمؤسسات الإيرانية من هيمنة الولايات المتحدة وإسرائيل، ومن هيمنة نظام تابع وعبيد للولايات المتحدة وإسرائيل، ومن ثم ساهمت في تكرار هذه التجربة في كافة أنحاء المنطقة من خلال دعمها لكل الحركات التي تتبنى رؤى وسياسات واستراتيجيات ثورية لتحرير الأراضي الإسلامية والعربية لمواجهة الاحتلال الأمريكي والاستعمار الغربي. والأهم من كل ذلك أن الثورة الإيرانية والنظام الإيراني والجمهورية الإسلامية نفذت هذه السياسة بمعزل عن الانتماءات السياسية والانتماءات العرقية والمذهبية حتى، ولذلك نجد اليوم في منظومة المقاومة التي تدعمها ثورة إيران مختلف أطراف المنطقة من مختلف الأديان ومختلف المذاهب، هناك أطراف سنية، هناك حركات شيعية، وهناك حتى حركات غير إسلامية موجودة لديها نشاط قوي جدا، لأن البوصلة متجهة نحو القدس، نحو تحرير الأراضي الفلسطينية، ونحو نحو إنهاء الاحتلال الأمريكي للأراضي العربية والإسلامية في منطقتنا. فبالتالي الثورة الإيرانية لعبت دورا ما في تحرير في انتشار هذه التجربة الثورية في كافة أنحاء المنطقة من خلال دعم الحركات الثورية بالمال، بالسلاح، بكل ما تملك من القوة، من خلال دعمها وتزويدها بالتقنيات التي حصلت عليها بالرغم من العقوبات التي فرضت عليها خلال السنوات الماضية، وأنشأت ربما حركة ثورية كبيرة في مختلف مناطق في كافة أنحاء المنطقة، والتي لا يمكن القضاء عليها مثل ما يمكن للولايات المتحدة وإسرائيل القضاء على الأنظمة. نعرف أن الولايات المتحدة ودول حليفة لها قضت على كثير من الأنظمة التي ربما تبنت سياسات مقايرة لها في هذه المنطقة خلال السنوات الماضية، لأن القضاء على الأنظمة أمر بسيط في نهاية المطاف بالنسبة للأنظمة الغربية، ولكن الحركات الثورية التي تغير موازين القوى وتفسح المجال أمام الناس للوصول إلى السلطة لا يمكن القضاء عليها ببساطة، وهذه هي تجربة رأيناها خلال العقود الماضية من اليمن إلى طهران ومن غزة إلى الضاحية الجنوبية. منذر سليمان، لماذا يعتبر هذا المقال في الفورين أفيرز أن التحدي الأكبر الذي يواجه الولايات المتحدة هو ما تشكل وما وصفه المقال بجبهة إسلامية جديدة بفعل الحرب في غزة؟ لأنه بصورة غير مباشرة ومباشرة هو يهدد المقاربة الأمريكية التي كانت تحاول إيجاد ما يسمى الإسلام الأمريكي مقابل الإسلام المناضل للسعي للتحرر، وبالتالي كنا نجد أنه كان هناك تشجيع لما يسمى بالإسلام المعتدل
تقليديا في مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية، وكانت المراهنة على يعني خلال ما يسمى بفترة الربيع العربي ببعض الاتجاهات الإسلامية لتغيير خاصة الأنظمة التي قد تبشر بالصعود والنهوض نحو تكامل عربي مناهض للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك تم التركيز على الدول التي تناهض الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الأمر استتبع بظهور المنظمات الإسلامية المتطرفة التي لا نسمع لها صوت حول فلسطين الآن. هي كانت ترغب في تغيير الأنظمة وتتحدث عن الدولة الإسلامية، وفي قلب هذه الدولة الإسلامية يفترض أن يكون المقدسات الإسلامية، وفلسطين كانت غائبة. إذن هناك عاملين أساسيين بالتحدي، أنه عملية استبعاد القوى الإسلامية وخاصة الإسلامية الفلسطينية التي كانت ولا تزال ترغب الولايات المتحدة. لذلك يتحدثون الآن عن أنه ما بعد غزة بدون وجود حماس، بدون الفصائل، بدون الجهاد إلى آخره، بدون الفصائل المناضلة الإسلامية الفلسطينية. والأمر الآخر هو شعورهم الآن أنه في تحرك الداعم من قبل محور المقاومة من أطراف إسلامية وأطراف غير إسلامية وخاصة الإسلامية التي تناهض الولايات المتحدة، أصبح كل التواجد الأمريكي مهدد. يعني لا تستطيع الولايات المتحدة الدفاع عن قواعدها. لذلك يشكل ذلك جعل كل التواجد الأمريكي في محط الاستهداف، مما يؤدي إلى أنه تحدي جديد كبير أمام الولايات المتحدة الأمريكية. عمر كايد، هذه التحولات في المزاج الإسلامي العام هل هي مؤقتة أم استراتيجية؟ وهل فعلا باتت تشكل قلقا حقيقيا لدى واشنطن وحتى إسرائيل؟ هذه المرة كل المؤشرات تؤكد أن هذه التحولات تؤسس لمرحلة استراتيجية. يعني على الصعيد العسكري لأول مرة لا تترك فلسطين وحيدة، لا تكون المواجهة فلسطينية إسرائيلية بل تكون متعددة الجبهات. هذه لأول مرة منذ 67 حتى الآن يكون هذا المشهد في اليمن، في العراق، في لبنان، في فلسطين، يكون هذا المشهد العسكري الجديد. على الصعيد الشعبي نرى التظاهرات مثلا سواء في العراق وفي مختلف أنحاء العالم، في اليمن، في سنة وشيعة، وحتى الناس غير المسلمين يخرجون، المناصرين للقضية الفلسطينية، المناصرين للإنسانية يخرجون. كفلسطين توحد الجميع. الشيخ صالح العروري استشهد في الضاحية وشيع في الطريق الجديد. هذه نموذج مصغر لما أحدثه 7 أكتوبر. في موضوع التطبيع، كل استطلاعات الرأي التي تجرى مؤخرا تؤكد أن أكثر من 90% من الجمهور العربي يرفض التطبيع، وتحديدا داخل المملكة العربية السعودية. نعم، هناك تغير في المزاج العام العربي. على موضوع السياسي أيضا نرى أيضا تحولات وإن كانت بطيئة. مثلا السعودية تشترط، وهذا موقف متقدم، أننا لن نطبع دون أن يكون هناك التزام سياسي بحل الدولتين. أيضا تنفتح على، يكون هناك انفتاح على إيران واتفاق مع إيران. أيضا مفاوضات تجري مع أنصار الله في اليمن. قبل كانت السعودية مواقفها متشددة تجاه هذه الأمور. الآن نرى تحولات في هذا الأمر. واضح أن الدول العربية بدأت تقتنع والدول الإسلامية أن التطبيع فيما بينها، أن العلاقات فيما بينها أهم من التطبيع والعلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل. بالعودة إليك سيافاج فلاح بور، تحدثنا كيف أن الثورة الإسلامية في إيران نجحت في تغيير المعادلات الإقليمية، لكن ما التحديات التي فرضت على طهران نتيجة ذلك، وكيف تعاملت مع طهران طيلة العقود الماضية؟ بالتأكيد الثورة في إيران واجهت تحديات كبيرة منذ اللحظة الأولى، لأن القوى المسيطرة على العالم المعافية التي تحكم العالم والمؤسسات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية أدركت منذ اللحظة الأولى لانتصار هذه الثورة خطورتها وتداعياتها على المستوى الإقليمي وعلى المستوى حتى الدولي. فبالتالي اتخذت إجراءات خطيرة بالنسبة لهذه الثورة، للقضاء بهدف القضاء على الثورة وبهدف مواجهة الثورة من خلال عدة
استراتيجيات مختلفة طوال السنوات والعقود الماضية. في البداية الخطوات كانت مباشرة جدا، حيث أرسل جنود في بداية الثورة عندما كانت الثورة الإيرانية الإسلامية في مراحلها الأولية، أرسل جنود عسكريين في إيران عبر عملية طبس التي تحولت إلى رمز في تاريخ الثورة الإسلامية. أرسل جنود عسكريين عبر مقاتلات لوصولهم إلى العاصمة الإيرانية طهران لاستعادة السلطة في العاصمة. طبعا تلك الخطوة فشلت مثل الكثير من باقي الخطوات الغربية والأمريكية. بالتدريج مع صمود الثورة الإيرانية وتعازم قدراتها خلال السنوات الماضية، المناهج التي باتت تستخدمها القوى الغربية لمواجهة هذه الثورة أيضا أصبحت أكثر تعقيدا. ومؤخرا وصلوا إلى خيارين رئيسيين، التحديد العسكري والعقوبات الاقتصادية. النقطة المهمة التي جاءت في كلمة الرئيس الإيراني اليوم هي أن التحديد العسكري تم حذفه من سياق المواجهة ومن مساحة المواجهة بينها وبين الغرب. أي بمعنى الرئيس الإيراني أكد أن القوة العسكرية الإيرانية وقوة الردع الإيرانية وصلت إلى مستوى أجبرت الأعداء على سحب الخيار العسكري والتحديدات العسكرية من طاولة التفاوض مع إيران. فبالتالي العقوبات الاقتصادية هي الأداة المتبقية الوحيدة بيدهم لمواجهة إيران اليوم. منذر سليمان، هل ترأب حرب غزة الصدع أو الفالق السني الشيعي الذي تم تأجيجه والعمل على تعميقه خلال العقدين الماضيين؟ بالفعل لو نظرنا إلى الواقع في العقدين الماضيين وجدنا، يعني لن نبدأ في لبنان ولكن لنضع لبنان على الخريطة ثم سوريا والعراق وغيره، تأجيج البعد الطائفي حتى وصل إلى مصر والحديث عن عملية التشييع التي كانت تقال في بعض الدول العربية أو التشيع عفوا، فكان هناك محاولة محمومة لشحن طائفي مذهبي في الساحة العربية يتحدث عن مخاطر إيران ومخاطر بداية في مخاطر الثورة الإيرانية وانتقال الثورة وتصدير الثورة، ثم لاحقا في موضوع الخلاف السني الشيعي أو الإيراني العربي. أتت يعني قضية فلسطين، وفعلا صحيح أنه يتم الحديث في المقال عن جبهة. هذه الجبهة هي يعني عادة الجبهة تتكون وتتشكل بقرار وبتنظيم والآخرية. هو ما هو حتى الآن هاجس لديهم هذا الانسجام، غياب هذا، غياب فعل الفالق السني الشيعي، غياب عملية التحرير والتعبئة والشحن الذي تمت. لنتذكر بعد مقتل الحريري كيف تم ذلك، وأيضا في سوريا وغيرها. أكبر مثال ما يجري في اليمن، إنه حتى التنوع المذهبي في اليمن يجتمع على فلسطين رغم الحرب الطاحنة التي دارت. إذن كل هذه المؤشرات تؤدي إلى أنه صحيح لم تتكون الجبهة رسميا، ولكن عمليا كل الشحن الطائفي والمذهبي والعنصري ضد إيران نجد أنه انتهى. الآن يفترض أن تتسابق الدول العربية في كيفية دعم غزة كما تساهم إيران باعتراف الجميع أنها تقدم المثال. إذن هذا هو عمليا أبعد قدرة الولايات المتحدة على لعب هذا الشحن الذي يؤدي بشكل سلبي إلى تضافر يعني القوى وابتعادها عن بعضها في الساحة العربية الإسلامية. طيب عمر كايد، كيف يمكن أن تتطور هذه الجبهة وأن تتحول إلى قوة استراتيجية تسهم فعليا في الدفع نحو تحرير البلاد من الهيمنة الأمريكية، تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي؟ عطفا على ما ذكره الزميل منذر، حرب غزة أو العدوان على قطاع غزة أزال كل السموم الطائفية والمذهبية التي تكونت خلال المرحلة الماضية. أيضا أظهر مناخ إيجابي وأرضية يمكن أن يؤسس عليها لكي يكون هناك عملية تواصل وتنسيق بين مختلف القوى العربية والإسلامية على أساسات ومشتركات وقضايا محددة. نحن الآن يعني باتت الأرضية جاهزة، هذا ما تخشى منه. يعني الحديث عن جبهة، لم تتكون إلى الآن الجبهة، لكن هناك جاهزية وقابلية لتكوين هذه الجبهة. عليها أن تستغلها قوى المقاومة والقوى الحية في الأمة.
هذه كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالتواصل، بالتنسيق، بتوسيع التواصل والتعاون، بالنقاشات، بالمحادثات، بمأسسة العمل. يجب مأسسة العمل، وأن يكون هناك لا مركزية، أن يجري الاتفاق على الأمور الأساسية والكلية، ويجري هناك الدعم والتواصل فيما بينها، وأيضا يكون هناك لا مركزية في القرارات كما يجري الآن في قوى المقاومة، وتنتقل من البنية العسكرية إلى البنى الأخرى الثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها من البنى. سيادة شفلاحبور، يعني مرت 45 سنة على الثورة، وبرغم كل التحديات التي تفضلت بالحديث عنها، شهدت معظم المحافظات والمدن في إيران مسيرات مليونية دعما للثورة والثوابت التي أرستها. ما الرسالة وراء هذه الصورة في الظروف التي تعيشها المنطقة؟ أعتقد أن الرسالة الأساسية والواضحة أن الشارع الإيراني لا يزال يحمي هذه الثورة وثوابتها، من ضمنها سياسة خارجية، سياستها الخارجية، والأهم من كل ذلك دعم القضية الفلسطينية. هذه الصورة تظهر لنا بأن الشارع الإيراني يعرف بالتحديد أنه عليها أن يحافظ على المكاسب الاستراتيجية التي حصل عليها من خلال هذه الثورة، سواء من ناحية الحرية السياسية، سواء من ناحية التطور الاقتصادي، وربما الأهم من كل ذلك التعزيز القدرات الدفاعية، وتحول إيران من دولة حليفة تابعة عبيدة للولايات المتحدة إلى قوة إقليمية واضحة ومعروفة به من قبل تعترف بها القوى الدولية، حتى التي لديها مواقف معادية بالنسبة لإيران. هذه المسيرات المليونية خلال السنوات الماضية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران تحولت إلى استفتاء شعبي عام على ثوابت الثورة الإيرانية. ومسيرات اليوم جاءت مفاجأة جدا حتى بالنسبة لنا، يعني جاءت أكبر من جميع التوقعات خلال الأيام الماضية. والأهم من كل ذلك أعتقد في هذه الصورة، أهم من المسيرات المليونية التي جرت اليوم وشهدتها مدن مركزية مثل طهران وشيراز وتبريز، مدن كبيرة في إيران، أعتقد أنها الأهم من كلها هي المسيرات التي جرت وشهدتها مدن بعيدة عن المناطق المركزية في إيران، بالتحديد المدن الحدودية، المناطق التي لا تزال تتحدث وسائل الإعلام الغربية والمعادية لإيران بأنها تشهد حركات احتجاجية، بأنها هناك فصائل انفصالية قادرة على تنفيذ عمليات إرهابية، بالتحديد نتحدث عن مدن مثل كردستان غرب إيران وزاهدان سيستان بلوچستان. هذه المحافظات اليوم شهدت مظاهرات ومسيرات بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين الإيرانيين، وهذا إن دل على شيء يدل على أن الشارع الإيراني بمختلف أتيافه يريد أن يحافظ على مكاسب الثورة الإسلامية. نعم. ختاما معك مندر سليمان، كيف تساهم حرب غزة وتحرك محور المقاومة الداعم في تطوير مشروع عربي بديل لحالة التخاذل العربي الرسمي؟ إن عمليا في قلب المعادلة الجديدة هو اتضاح الموقع النضالي للتيار الإسلامي الفلسطيني. كان هناك في فترة من الفترات بسبب انتماء حماس لحركة الإخوان المسلمين، كان هناك التباس على مستوى الشارع العربي، على مستوى العديد من المناطق في الدول العربية. نجد إنه هذا الموقع الكفاحي الذي ابتعد عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية والانحراف عن البوصلة لفلسطين، أدى إلى وضع نوع من الصمغ اللاصق لكل التوجهات النضالية الإسلامية والعربية بأن تتجه. غياب المشروع العربي أيضا حتى الآن هو نقطة سلبية. يفترض أن يكون مشروع عربي يلتقي مع ما يسمى بمشروع إيراني في المنطقة، هو مشروع إقليمي هدف التحرر في المنطقة. وإذا كان هناك يعني يتم الحديث عن جبهة، المهم أن يكون منظومة أمن إقليمية عربية تدخل فيها، وبالتالي يتم بدل فقط العلاقات السعودية الإيرانية أن يكون هناك منظومة أمن عربي إيراني تتعلق بتحرر المنطقة ودعم المقاومة، وبالتالي يصبح خيار المقاومة ليس فقط خيار محور المقاومة ومن تؤيده إيران، إلى أنه الخيار العربي الإسلامي المشترك. هذا الأمر يجب العمل عليه، ويجب استغلال هذا الصمود البطولي لشعب غزة وللمقاومة الفلسطينية في محاولة إشادته، ويجب الحذر من الآن
حول أنه الحديث عن ما بعد غزة هو الحديث الذي يحاول أن يعيد الفالق بين القوى المناضلة والقوى المتخاذلة، وبالتالي أن يكون خيار المقاومة هو الخيار الغالب، وأن خيار الدول العربية الرسمية والمشروع العربي يجب أن يكون مشروع يرتقي إلى مستوى تضحيات المقاومة. الزملاء منذر سليمان من واشنطن، سيافج فلاحبور من طهران، وعمر كايد من اسطنبول، كل الشكر لكم. مشاهدينا، التحليلية لليوم انتهت. شكرا لطيب المتابعة. بأمان الله.